بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده انا هعمل لكم فيديو عن خد اللبن. انا طبعا عملت الفيديو ده قبل كده بس كان مش لبن حامض، ده اللي هو اللبن الرايب او اللبن الحام. اللي عملته قبل كده كان اللبن الحليب. فطبعا انتوا شفتوني انا الفيديو بتاع خد اللبن في المكنه، انا قشطت اللبن، القشطه اللي طلعت بقى بس انا صورت دور واحد، انا قشطت اللبن كذا كذا دور، ثلاث اضواء، والقشطه بحوشها هنا يعني دي بتاع كذا مره وحوشاهم. وكان عندنا لبن رايب حطيته معاهم عشان روب، يعني لبن مخضوط قبل كده، يعني لبن رايب يعني لبن خضينه قبل كده، وسبته اديله ثلاث ايام في الجربه لحد ما راق. وطبعا بقى احنا هنخض مع بعضنا النهارده ونشوف. يوم يلا هننفخ بقى الجربه. طبعا اللي هيجرف من النفخ الجربه ما يكتبش تعليق ويزعلني ما يتفرجش احسن. هنبدا بقى ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا نفخت الجربة اهو، مربوطة بقى كويس كده. طبعا اللي هيتفرج على الفيديو هيخليه معايا لاخر الفيديو عشان انا هغسل الجربة قدامكم، اللي عايز يعرف طريقة غسيلها وطريقة المحافظة عليها طبعا في اخر الفيديو ان شاء الله. بس نبدأ بقى نقول بسم الله. تعالى يا محمد عدل لي على عدل العصا، شد البركه ونقول بقى بسم الله كده ونتكل على الله ونبدا. بس هعدل ال ثواني، بس هعدل القلب عشان يتوقع من العرش عليها. طبعا اللبن ده لازم يروح في الجربه بنسيبه 3 ايام 4 ايام في الجربه، ما ينفعش زي الحليب. الحليب انا بيدته في الجربه بس وصبحت من الصبح خضيت، وده طبعا ما ينفعش، ده مختلف عن ده. هربطها بس عدل عشان حاسه انها ميلت. طبعا الجربه دي احنا بنحافظ عليها بالملح، يعني لازم تتغسل بعد الخض وتتملح من بره بس من جوه لا، تتملح كل حته فيها عشان ما تبص. هي دي طريقه الحفاظ عليها. طبعا اللبن اللي مغشوش على المكنه ده بيطيب بسرعه مش زي اللبن الحليب، اللبن الحليب هو اللي بيتاخر في الخض. يا محمد تعال اعمل لي الفحالي بس من قدام شويه كده. بس يا محمد شيل الديك، بس مالكش دعوه بالديك. محمد استغل الظروف وعمال يلعب مع الديك. بس طبعا كل اللي بيطلب ان انا اظهر في الفيديو مش هينفع، واللي بظهر في الفيديو هو انا اخر الفيديوهات هعملها لكم، بس مش هينفع اظهر في الفيديو. واي فيديو انتوا عايزين اعمله قولوا لي عليه، اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمله ان شاء الله. ربنا يقدرنا ونعمل.
وطبعا اللي بيجرف ويقول ان اللي كده مش صحي في الجربه، طبعا لا مش صحي. لا، الناس بتاع زمان عاشت كتير وما كانش فيه امراض ولا كان فيه اي حاجه زي دلوقتي. كنا عايشين، كان الخض في الجربه واكل الجبنه القديمه، كنا عايشين على الحاجات دي. والناس بتاع زمان ما شاء الله صحتها حلو. والجلد ده معمول من جلد المعيد، عشان اللي سالوني كذا مره، الجلد ده معمول من جلد المعيد. بيجيبوه يحطوا له بعد ما يذبحوا، يعني يجيبوه ويحطوا له جير وبيسيبوه مثلا بالليل كله، ويصبحوا ينتفوه، ينتف الشعر اللي هو بيبقى فيه ده، بيحشوه وبيغسلوه كذا مره يعني كده بالجير ده، وبيرجعوا كده في شجر اسمه شجر الصند، ويجيبوه او احنا بنقول عليه خبط، ويجيبوه يدقوه ويحطوا القرب دي فيه بتاع القرب. بيحط القربة في الخبط ده ويسيبوها كذا يوم يعني لحد ما تتخبط، وبعدين بقى بتتربى كده وتبقى هي القربة. القربة دي مشهورة مش عندنا احنا بس، مشهورة في البلاد، في السعودية وفي الامارات وفي الكويت وفي العراق، يعني كذا حد كتب لي من البلاد العربية ان هم بيستخدموا القربة دي. ام عبد الله انا بشكرها طبعا من السعودية، بتقول هي اللي جات لي احنا القربة دي. كانوا زمان بيستخدموها، مش عارفة كانوا بيسموها الشنطة، كانوا واحدة بيحطوا فيها المية وواحدة للبن زي كده، وواحدة اللي بيحوشوا فيها الزيت. يعني دي حاجة مش عندنا احنا بس، يعني عند الكل. بس انا بفضل اخد فيها كده، هي طبعا لسه انا بعرف صوتها، اول ما تكون جربت تطيب بعرف صوتها. واللي عايز يعرف يعمل وما عندوش طبعا القربة دي، بيحوش القشطة والوش بتاع اللبن، بتتعمل في المضرب، بالمضرب بتاع البيض، المضرب بتاع البيض كده بالقشطة، بيتجمع عادي الزبدة بتاعتها عادي. واللبن اللي بعد ما ناخد وش اللبن نشكب فيه بالمنفحة ويبقى الجبن. يعني اللي ما عندوش القربة زي حالتنا كده عادي برضه، هيجيب اللبن ويبيض، ياخد وشه يعمل مضرب البيض يطلعوا زبدة، واللبن نفسه نشكل فيه زي ما انا شكلت، ندفيه ونحط فيه المنفحة زي ما انا عملت كده، ونعمله جبنة. يعني كل حاجة عندنا لها بديل يعني. وان شاء الله بعد ما بطلع الزبدة دي، اللبن اللي هو بتاع القربة بنعمله فوش، جبنة اسمها جبنة الفوش او جبنة الحار، بنحطها على النار لما تعمل كده، بتشكل لوحدها على النار، وبنصفيها في السدة في قماشة يعني بيضة، حتة قماشة بيضة، وبنصفيها وبتبقى جبنة الفرش. بس بصراحة يعني بتبقى طعمها جميل. لو عايزين نعمل لكم الفيديو ده اطلبوه ونعمله لكم. صوتها بدأ ينزل ده اهو كده، معناه ان هي غربت. انا طبعا معلقاها من الصبح في الشمسيه عشان الجو سبع. ديك ديك حاسس حواليا، ديك الرمي حاسس حوالينا زي بيستغرب من الجرد. طبعا بقى انا باخده من ساعتها اهو، بشوف بقى كده احط دي تحتها كده عشان بس الارض والطينه. هي
ما شاء الله. تعالي يا سيد صور كده اهي، هي كده خلاص جربت اهي. ايوه الريم ده دليل ان هي كده جربت اهي. بس ننفخ تاني بقى انا طبعا مش هينفع اطول الفيديو، وانتوا عايزينه الفيديو طويل بس زي بعضه مش هينفع عشان المساحه بس بتاع التليفون مش بتشيل فيديو طويل. فانا معلش يعني بعمله على جد كده لحد ما يكرم ربنا كده ونجيب التليفون يكون مساحته كبيره، بعمل لكم فيديو تاني بس يكون طويل ان شاء الله. هقفل بقى الفيديو لحد افضل اخد فيها كده لحد ما يطيب وارجع لكم تاني اول بقى ما تطيب معايا كده. انا من ساعتها بخض اهو، هفضل برضه اخد فيهم كده لما خلاص طابوا. وانا بقتي هشوف اخد شويه تاني وارجع بقتي افش القربه ونشوفهم عاملين معايا. كده لما خلاص هي كده خلاص اعتبرت طابت اهي، عشان هي بدات تزرم معايا هنا بعرفها بالصوت كده. انا هفشها بقى معاكم واوريها لكم بس عشان يلموا على بعض. في الشهوة ده انا بحط البتاعة دي بس عشان الارض. اجري يا محمد هات البتاعة عشان نغسل القربة ونوري له. هي كده طابت اهي، نفرخها بقى ونوريها لكم وانا بفرغها كده بقى. هنبدا ونقول بسم الله بقى ونفرغ. تعالى هنا الصور بقى. هات شط ميه يا محمد، هلم السمن كده على بعضيه. طبعا الجو سقع، انا لو كنت ولحت له نار كان هيلم اكتر من كده، بس انا ما ولحت لهش. طبعا لبن الجاموس غير لبن البقر، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات لبن البقر بيبقى الخير بتاعه قليل بس. وطبعا هعمل وايه اللي هو الجبنه الفوش اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي الجبنه الفوش او الجبنه الحامض. لو انتوا عايزين نعمل لكم الفيديو بتاع الجبنه الفوش هعمله لكم كده. انا خلصت كده من ده، القربه اهي، بس هقفل الحنكه ده مش عشان الميه ما تجيش فيه، هربطه كده. الميه دي لو انا غسلها فيها دايما، انا هاجي غسلها من بره، اهم حاجه من جوه الميه ما تجيش عندها من جوه. وبعد وشويه برضو لو عايزين نمصمصها والميه نضيفه من جوه هنمصمصها. بعد ما انا اخلصها اهي غسلتها من بره اهي، امسك يا محمد ده احشر الميه دي بس، حطها يا محمد برضه هنخليها مقفوله زي ما هي مقفوله. وهنجيبها كده ونحط بقى عليها الملح كده. طبعا اهم حاجه الملح ده عشان هو اللي بيحافظ عليها. من كل حته نحط الملح، احنا ما نحطش الملح مع اللبن، هو الملح بيتحط من بره بس.
وبنلفها بقى كده ونسيبها، ونحط بقى فيها اللبن الجديد. دي اللي هم سألوا عن طريق التنظيفة. لو عايزين برضو بشوية المية برضو نحط شوية المية فيها من جوة كده، وهنيجي مصمصينها بالراحة كده ونيجي كبرها بس تكون المية نضيفة. وكده بقى بعد ما خلاص هاتي الحبل اهو، بغطيها كده بقى وبسيبها، وبغطيها عشان بخاف عليها عشان القطط وكده. ونحط بقى فيها اللبن عادي واللبن الرايب ده، ونسيبه فيها في القربة يومين وثلاث ايام وبعدين بنحط. يا رب بس يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم. وكده انا عملت لكم اللبن اهو وغسلت لكم القربة. يا رب ان شاء الله كده الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. طبعا اللبن ده انا زي ما قلت لكم هعمله الجبنه الفوش. لو انتوا عايزين اصور لكم الفيديو اصوره لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.